وإلى بيروت، حيث تتواجد حالياً نجمة برنامج ذا فويس نداء شرارة للانتهاء من بعض المشاريع الفنية وتسجيل أغاني ألبومها الجديد. كما العرب وود انفرد بتصوير كواليس نداء في الاستوديو أثناء التسجيل، وخلال لقائنا معاها كشفت لينا عن عدد من المفاجآت، كما ردت على كل منتقدي حجابها. يا نور يا وجه القمر سبحان رب اللي صور. صرحت نداء شرارة بأن ألبومها القادم يحمل مفاجآت، على الرغم من أنها لم تختار له اسم حتى الآن. عم بحضر أغاني، وعندي هلأ أغنيتين خليجيتين جداد رح ينضافوا للألبوم. إحنا كنا خلصنا المفروض الألبوم، وكان المفروض ينزل بهذا الشهر، بس احتمال يعني يتأخر بس للشهر الجاي. ألبوم رائع أول شيء، لأنه عم بشتغل مع يعني كيف أنامل ذهبية، كل الناس اللي شغالين بهذا الألبوم ناس بروفيشنال، ناس كتير شاطرين، وكتير كل حدا يعني حابب نداء شرارة يعني وعم يشتغل لها من كل ألبوم. الألبوم رح يضم أغاني خليجية وباللهجة اللبنانية كمان، ومصري وأردني. وعلى الرغم من نجاحها في الحصول على لقب ذا فويس الموسم الثالث، لسه بتتعرض لانتقادات شديدة لتمسكها بالحجاب. والليلة رح نحتفل بأحلى صوت نداء شرارة. أكيد الحجاب كان له دور كبير بأنه يخلي يعني ناس كتير أنه هي تتابعني وتحبني، كمان بنفس الوقت كان سبب كتير مهم لحتى ناس تحاربني وناس توقف وتقول لي لا ما تكفي فيه، لا لو بتشيلي أحسن، لا يعني كنت عم بقرأ، عم بفوت وعم بقرأ التعليقات وعم بشوف كمية النقد وكمية الهجوم، خصوصا من الصحافة والمجلات. ولليوم أنا إذا بطلع في مجلات كتير يعني بتتعمد إنه هي تنزل الأشياء اللي يعني تحط عناوين، تلاقيه شاف عنوان مثلا ده شرارة تكتئب بسبب الحجاب. لا، أنا لا أكتئب بسبب الحجاب أبدا. غنى الفنان رامي عياش مؤخرا أغنية حبيب القلب، وهي من كلمات نداء، واللي كانت سعيدة جدا بالتعاون معها. حبيب القلب كانت من المفاجآت الحلوة، يعني هيك أوقات النصيب بيجمعك مع أشخاص أنت بتحبهم ما بتتخيل أن أنت تشتغل معاهم. رامي عياش من أحلى الشخصيات طبعا اللي قابلتها، لأنه هالقد بحب عمله وهالقد بركز عليه. يا حبيب القلب يا قلبي أنت سر العشق والقلبي. وعن خزلان شيرين عبد الوهاب لها بمهرجان بعلبك. كانت مستدعيتني لأجي أوقف معاها على مهرجان بعلبك طبعا، وقالت لي هتغني معي وأغنية معي وأغنية لوحدك. وأنا جيت على لبنان طبعا على نفقتي الخاصة، فجيت وبرسل لها مسج بيوصلها وما ردت علي، فاستنيتها تحكيني وما حكيتني، استنيتها تبعت لي بعديها انه هي تقول لي انه انا يعني انه سوري او كذا، انه اكيد ما بدي اياها تعتذر لي، بس انه تقول لي مثلا انه انت لو جيتي او مش جيتي، بما انها شافت المسج بس ما حكيت. قمت انا بعثت لها عاتبتها، فردت علي قالت لي معلش نسيت ومن هالحكي، وانتهى الموضوع. في عشق بيستنانا وعشق بنستنى وعشق بنسينا العشق اللي عشقنا. كما كان لها رأي في تغيير لجنة تحكيم ذا فويس الموسم الرابع. هلأ أنا كواحدة من المشتركين كنت في ذا فويس وكرابحة باللقب، ما بعرف ليه انبسطت إنه هم تغيروا اللجنة. حسيت انه خلص يعني اوكي انه نداء شرارة ربحت يعني خلص. انه ختمنا البرنامج. انه اوكي. انه يعني قلت الحمد لله انه انا يعني جيت على اخر موسمي، وانه هم كانوا موجودين الاربعة. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب كل ده وقلبي اللي حبك. وهذا الفنان الذي كانت تتمنى أن تنضم إلى فريقه بالموسم الجديد. بحب أحلام بس بختار حمائي، يعني ما بعرف بقول لك يعني لو على قلبي مثلا بختار حمائي مثلا هلا يعني هلا، لأنه ما بعرف هالقد بحب فنه لهذا البني آدم.